تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جماعة التبليغ يقولون نحن ندعو كما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بقوله بلغوا عني ولو آية، ويقولون إنما نفعله هو وظيفة الرسل، فكيف يجاب عن هذا؟ نعم، نقول لهم أنتم تدعون إلى التوحيد. نعم، دعوة الرسول أول ما يبدأ بالتوحيد، فأنتم هل تعلمون الناس التوحيد وتنهونهم عن الشرك؟ نعم، أنتم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إنكم ما تذكرون التوحيد بل تنفرون منه وتطردون اللي يدعون إلى التوحيد وتهددونهم، فأنتم لستم على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.